ناخد مثال علشان illustrate الحاجة اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شوية. احنا دلوقتي لما كنا بنتكلم على الكوزاين كنا حطينا تشيك twice باي ام على كابيتال ان في ان، اوكي؟ فمهمتي دلوقتي ان انا لما ابص على كوزاين سيجنال تانية او اي كوزاين سيجنال ان جنرال، يعني بحاول اشوف قيمة الام سمول اللي كانت فوق دي بتساوي كام، والان كابيتال اللي تحت دي بتساوي كام، اوكي؟ ولو لقيت ان هما الاتنين انتجر فاليوز، يعني لقيت لهم انتجر values موجودين كويس، ببقى عارف ان ال n اللي تحت دي كابيتال n اللي تحت دي هي اللي بتمثل ال period بتاعت السيجنال بتاعتي. فلو احنا بصينا هنا دلوقتي المفروض هنا يبقى twice pi، يبقى معنى كده twice pi في m على n. دي لو انا حبيت احطها بالشكل نفس الشكل اللي انا شفته قبل كده هيبقى عبارة عن twice pi في 1 على 2، اوكي؟ دي اللي بتمثل لي اما بتساوي 1 وان بتساوي 2، يبقى معنى كده هتطلع periodic with period ان 1 بتساوي 2، اوكي؟ مباشره كده. لو انا بصيت على المساله الثانيه 3 باي ان بلس باي، ما ببصش خالص الجزء بتاع الفيز، الجزء اللي بتاع الفيز اللي هنا ده طالما مش مضروب في ان ماليش دعوه بيه خالص. فهيبقى عندي في الحاله دي 3 باي، دي ممكن احطها بشكل 2 باي في 3 على 2، اوكي؟ لو انا حطيتها بالشكل ده كده يبقى عندي اما بتساوي 3 ان بتساوي 2، فيبقى بالتالي البيريود بتاعت السيجنال الثانيه اكس 2 دي هتبقى عباره عن 2 برضو، اوكي؟ اي مساله فيها ساين او كوزاين او اي تو ذا جي اوميجا، اوكي؟ كلهم زي بعض بالظبط، كلهم يعتبروا ساينوسويدال سيجنالز، فبتعامل معاهم بنفس الشكل ده كده بالظبط، باستيميت قيمه الام وقيمه الان بان انا احط الشكل بتاعي في اقل يعني او يعني اريديوس اللور الفراكشن الموجود هنا ده لاقل حاجه ممكنه، ويبقى عندي الان اللي تحت دي هي نفسها البيريد. شرط الكلام ده يبقى صحيح ان لازم هما الاثنين يبقوا انتجرز. لو عندي حاله واحده فيهم مش انتجر يبقى معنى كده السيجنال ما هياش بيريودك. هناخد مثال على كده ونشوف. المثال ده هو اللي بيحقق الحاجه اللي انا كنت بقول عليها من شويه. انا دلوقتي عندي كوزاين ان بلس باي اوفر 4، اوكي؟ باي اوفر 4 قلنا ده فيز ملوش علاقه بينا، كويس؟ نبتدي نشوف ال n دي بقى. نحاول نحطها في صوره twice باي m على n، اوكي؟ يبقى معنى كده هنلاقي ايه؟ هنلاقي عندنا ان بيسكلي ما عندناش m و n انتجر بحيث انها تطلعها لي بالشكل ده. twice باي m على n، يعني هل في انتجرز ممكن ان احنا نحطها؟ يعني نحط هنا m مثلا باي قيمه انتجر و n كابيتال باي قيمه انتجر ويطلع لنا حاجه فيها n؟ طبعا دي حاجه صعبه جدا لان twice باي اللي موجوده هنا دي مش موجوده اصلا هنا في المساله، مش موجوده، ما عنديش حاجه زيها هنا في المساله. فمعنى كده ان انا الام على ان بتاعتي دي هتطلع irrational number عشان فيها باي، لازم يبقى فيها باي. يعني لو احنا بصينا عليها كده الفاكتور اللي هو ام على ان ده هنلاقي ان هو بيساوي 1 على twice باي، اوكي؟ لان ده هو ده الفاكتور مضروب في ان. فلو احنا حطينا ام على ان دي بواحد على توايس باي هيبقى معنى كده واحد على توايس باي في توايس باي تطلع بواحد زي ما هي موجوده هنا. فمعنى كده انها irrational number، يعني ما هياش يعني rational number اللي هو رقم على رقم، انتجر على رقم انتجر، اوكي؟ فمعنى كده نقدر نقول مباشره كده ان اكس اوف ان بتاعتنا is not periodic، اوكي؟ فالكلام ده طبعا كلام مهم جدا. ليه؟ لان احنا يعني احنا ممكن نتخيل ان دي كوزاين فانكشن، كويس؟ يبقى لازم ان احنا لما نعمل لها سامبلنج تطلع برضو انها بيريودك، بس اكشولي هنشوف في السلايد الجايه ان ده الكلام ده مش حقيقي الحقيقه، اوكي؟ فدي حاجه في غايه الاهميه، اوكي؟ ان مش دايما ان احنا واحنا بنعمل سامبلنج لبيريودك فانكشن انها تطلع لنا في الديسكريت دومين تبقى بيريودك برضو. ده طبعا الكلام اللي احنا بنتكلم عليه ده بيأكد الكلمه اللي احنا كاتبينها في الاول خالص هنا ان continuous time sinusoids are always periodic but this is not true for discrete time sinusoids. يعني لو انا كان عندي الكلام ده في التايم، لو عندي كوزاين تي بلس باي اوفر 4 بالتاكيد تكون periodic، انما لو انا عندي دي ديسكريت لا، الكلام ده مش هيبقى صحيح، لازم الكونديشن بتاعنا ده اللي هو twice باي ام على ان فور انتجر ام وان ده لازم يبقى يتحقق الاول عشان يبقى السيجنال بتاعتنا periodic. لو ما اتحققش يبقى السيجنال ما هياش periodic. طيب خلينا ناخد كاكسرسايز كده نشوف السامبلنج ريت اللي احنا لو احنا عندنا الفانكشن دي كوزاين تي بلس باي اوفر 4 الفريكونسي اللي عندي هنا اوميجا نود بتساوي كام؟ بتساوي 1، اوكي؟ فمعنى كده احنا بنتكلم على ان احنا لو بنتكلم على السامبلنج بيريد بتاعتنا المفروض انها تبقى ايه؟ twice باي اقل من او تساوي twice باي على twice اوميجا ماكسيمم، اوميجا ماكسيمم بتاعتنا ان هي 1، اوكي؟ فمعنى كده twice باي على twice اوميجا ماكسيمم، لا باي على اوميجا اللي هي بتساوي باي في الاخر لان اوميجا دي بتساوي 1،
اوكي. فبيسكلي احنا ممكن نحط الكونديشن بتاعنا بتاع التي اس بتاعتنا اللي هي السامبلنج بيريود بتاعتنا، ان احنا نحطها حاجه بالشكل ده كده اوكي، علشان نضمن انها تكون بيريودك. لو احنا ما عملناش كده للاسف مش هتكون بيريودك خالص اوكي. لو انا حطيت التي اس بتاعتي بالشكل ده اللي هو twice k باي على n اوكي، لو انا حطيتها بالشكل ده بمعنى اصح هيبقى عندي n تي اس هنا، ف n تي اس التي اس بتاعتي هيبقى فيها ترمات اللي انا عايزها كلها، هيبقى فيها هنا k و n اوكي، ودي تبقى ستيل اقل من او تساوي باي اوكي. فلو انا عملتها بالشكل ده اقدر اخلي السيجنال بتاعتي تبقى بيريودك وما يبقاش فيها اي مشكله. انما لو انا عملت لها سامبلنج بطريقه مختلفه، الطريقه غير الطريقه اللي بحط فيها التي اس بتساوي الرقم ده كده او بتساوي الراشونال فانكشن دي كده، هيبقى من الصعب جدا ان انا اوصل ان انا اخليها تبقى ايه، تبقى بيريودك.